غلاة التكفير يا شيخنا، غلاة التكفير لا يتأثرون بكلامك الذي قلت وهم يكفرونك، وغلاة التبديع لا يتأثرون بهذه الآيات ويبدعونك، فما الحل مع هؤلاء؟ يعني لما تقول لهم أن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يخرجونك من هذا أهل التكفير وأهل التبديع أصلا نقول ولا نصف كلمة، ويستدلون بكلام أهل العلم ويقولون أن هذا لا نسمع له، فكيف الحل معهم يا شيخنا؟ أولا المولى سبحانه وتعالى يقول إن عليك إلا البلاغ، بارك الله فيك، عليك نعم إلا البلاغ، والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يدخل عمه أبا طالب في الإسلام وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولما قال لقل لا إله إلا الله يعني كلمة أشفع لك بها أبا، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لكن في النهاية إن عليك إلا البلاغ، البلاغ نعم. فنحن نبلغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله الآن هالمصائب تنزل بالمسلمين هي مصائب نسأل الله أن ينفسها وأن يبعد عنا، لكنها بيّنت من هم أهل الإيمان الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني الآن يعني حصحص الحق. أنا قلت الحلقة الماضية امرأة العزيز اعترفت على عفتها وقالت حصحص الحق، وهؤلاء لا يعترفون لأن مسألة صعبة، إذا اعترف وعاد إلى رشده يعني فاسأله الدعاء وقد ارتقى مرتقا يعني عظيما. أما سيبحثون عن أشياء، إسماعيل هنية خير، إسماعيل هنية قال لك قات أولا اليهود قتلت قادة حمس، حتى الشيخ اللي في كروسة قلت له وسأسأله وين قتلوه، قلت له أمام الجامع مروح من الفجر، قلت له قدام الجامع، يعني رجل لو أنه لا تأثير له على اليهود ولو أنه صنعة اليهودي ما قتلوا، والرنتيسي وغيرها كلهم، وقتلوهم في الدنيا وقتلوهم بأيدي المسلمين، ماتوا في تونس ومات في دبي وماتوا في كل مكان وفي لبنان، وتواطأت معهم الحكومات. دي مسألة وتاريخ، والله نسأل الله العافية. أما يقول لك والله تحت المستشفيات ولا تحت كذا، هو عندك قائد انت يقدر يطلع زيه بكل، عندك قائد يصلي في التراويح، نعم شيخنا، عندك شتيجي يصلي برا، حفظك الله تعالى، هو رجل، نعم شيخنا، رجل في مطلوب مكالمة، رجل مطلوب، واللي نعم يخليه، واللي يخليه نعم يعني لانه قائد، نعم نعم.